هلا نجم نجم عشان عودة نظم على فكرة ضحك ده ميز هيك على فكرة بيضحك قبل ما يحكي ايه عن جد ليه عم يحكي الموضوع بعد ما في نكتب الموضوع عم يضحك بعدين بقول لك اياها خليني اخذ اتصال جديد الو مساء الخير بونسوارين انا منيح مين معي؟ لما لما يا اهلا وسهلا من وين عم تحكينا؟ من صوفر من صوفر تفضلي صراحة صراحة مش عارفة بتقول لك كثير 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 ثانكس انا كثير ثانكس كثير ثانكس حبيبتي ولو المهم تكوني انت وكل يلي عم يتابعونا عم بحبوا الحلقة بدي اقول شغلة بس يقبلوني انت طبعا حبيبتي حبيبي لما ميرسي كلكم ذوق لما شو حبيتي بميشو وتانو؟ نعم شو حبيتي هيك فيهم؟ كل شيء كل شيء كل شيء فيهم بعقد صوتهم شكلهم كل شيء وتعرف على وقت لبنان كثير كثير مخدومين كان بس يتخانقوا كان لا نعم؟ ايه نعم ما حدا حكي معك خطك عم بقطش على كل حال انا بدي اشكر كثير اتصالك بتمنى بس بتمنى نضل مع بعض لانه كثير انبسطت مع بعض عفوا انا كثير بطلع على صفن انا ضيعت امي حدا يعني بحبها كثير للمنطقه انت من الضيعة ما هونك شيء يمكن شبنيه شبنيه ايه قالوا لي ناس ايه بتمنى تيجي تزورنا ايه رايك ان شاء الله ان شاء الله اكيد وغنيتك بتعقد على فكره ومبسوط كثير كثير ميرسي ثانك يو كثير لك يا لما انا بدي اشكر اتصالك باي كمان على فوق بتذكرت في رفيقي محمد غربي بسلم عليكم كثير محمد اللي كان معي مره لما كان يحيى وبسمه طويل طويل عم بيقول لي هلا بليز بليز سلمنا على تانا ميشو حلقه بتعقد كثير وطالعين اثنين كثير حلوه شكرا كثير لك يا ابو حميد بسلم عليك فينا نسمع مين حبيبي انا؟ يلا ايه هلا فيكم تغنوا مين بدي ياخذ المايك لانه الصوت بيطلع على الهيدا تعالوا تفضلي من حبيبي انا رد علي وقولي من حبيبي انا رد علي وقولي من حبيبي انا رد علي وقولي انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا ساكن بقلبي وروحي انت البلسم لجروحي ساكن بقلبي وروحي انت البلسم لجروحي انت حياتي انت حياتي غرامي انا وانت اللي بحبه انا انت اللي بحبه انا شو بدك تهدي هلا غنيه عم تقول لك انت اللي بحبه انا يلا مثل ما وعدتنا قبل ما جينا شو وعدتها في غنيه بحبها وما بحب غني لي اياها شو هي اللي ما بدي غني لك اياها شو هي اياها قلبي عاشقها والعيون هويتها واهلها ما يرضون القصه ما كثير خاصه بس حتى كل ما اشتاق اليها اروح واسال عليها كل ما اشتاق اليكي اروح واسال عليكي تجاوبني عينيها تجاوبني عينيها وارحل يا حبيبي اكيد ما بتقدر حبيبي اهلي ما يرضون وهي افراحي واغاتي هي اغلى من حياتي هي عمري وذكرياتي هي حبي للجنون 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 الله يخليكم لبعض ان شاء الله بنشوفكم عرسان ان شاء الله فينا نفوت هلا خاتم و على فكره هيدا في كثير هيدا الخاتم اللي اعطوني اياه هيدا اكيد ميرسي ل للي دائما بلبسه على فكره سمي شو ما بدكم تشوفوه؟ ايه اكيد 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 الاميره عبير يعني كل ذوق ميرسي ميرسي على طول انا بشكرك وتانيا بتشكرك و اكيد مجالها تحيه مميزه للاخر شوفي هيدا برهان انه كثير حبته حطته كثير عن جد مهضوم فيه كارب النص قلب بحبه كثير في كمان ما نفوت هيدا الورد حلو كثير حبيتها
كمان يلا ما بعرف عطوه حط الكادر علي اذا بدكم لتفوت اعطيني اعطيني في هيدي في هيدي بس خليني اشوف من مين يلا خليني اشوف بس لانه هي موجوده على الكادر ام رشاد خلينا افضل يلا اهلا وسهلا في بيروت ام راشد ميشو وتانيا ام راشد موجه لك تحيه مميزه ثانك يو اكيد على كثير حلوه مهضومه جدا بس ام راشد سلمي لنا على راشد كيف راشد فارس رشيد عفوا كمان في حدا رشيد اسمه كمان رشيد مساء الخير لك كثير كثير انبسطوا انه تانو انضمت لانه في حدا عم بيقول نيالك انه هديك غنيه غرامك هيك. كنت معه انت لما نقل غنية؟ ليك هو ميشو بس تعجبه غنية هو عادة بس يخلص شغل وهيك بيجي لعند ستانو بتكون هي ناطرته كل النهار وهو مش فضيله بيجي بسماع الغنية وهيك بتعطيه رأيه وبالنهاية ذوقه يعني انا بعطيه انه قد ما بعرف من خبرة عرفت حلوة وهيك مزبوط. بس انا اول ما سمعتها سأله اول ما سمعت قلت له This is it هيدي هي إيه؟ اكيد انت قلت هيدي هي لانه ميشو في عنده شغله اول ما يسمع المقطع يا بقول يا مثل ما عمل مره إيه؟ هي مش لالي مش لالي ليك اصلا صار تذكرت اصلا ليك صار دغري كنا سوا كمان لما كنا ليك انا اقول إيه؟ عم يسمع هيدا خي صار دغري عن جد دغري بعرف خبره مش خبره يعني يمكن قد ما مزبوط مثل ما بقول قد ما سمعت اغاني يعني نعم. صرت دغري الغنيه اللي بعرف انه هيد يعني دغري عم تجذبني يعني تانو شو هلا شو عامله بال 2010 بالجامعه عملت فحوصاتي كثير 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 عملت منيح وهلا عندي شهر هوليداي ما عندي شيء بين السيمسترز وماشي هيك عبالي تو انجويت هلا هيدا الشهر لانه يعني انا لهلا شوي بلشت رجلي شوي حياتي تعودي وقتها ما ظهرت من الاكاديميه انا كثير طولت معي كثير اثرت فيي اهم شيء ما تكون اثرت على درسك لا اول فتره مبلا هيك لقيت صعوبه انه كثير عم بعطي افار هلا شوي اخف عرفت كيف وانا من النوع اللي كثير هيك بهتم وبعطي اهميه لكثير امور 2010 مبدئيا رح تكون ولعاني هلا بس تجي بصمه يعني كثير كثير محمس هلا نحن جايين قلت له مش مصدقه كيف تجي بصمه هيك انه نغير جو وماشي الحال شو بدك تقولي هيك للي بحبوك؟ بدي اقول لهم انه انا بحبكم كثير 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 وبليز ما تزعلوا مني اذا ما بطلع كثير اونلاين وبحكيكم واذا ما عملت اغاني وانتم قلتوا لي مره شو ما كان قرارك نحن حديك كونوا حدي وانا اليوم جيت كرمالكم ميشو وتانو ميشو هلا خليني اختم معك كثير انبسطت اليوم انا وياك ضحكنا كثير حكينا بكل شيء مع انه يعني اسم الله الوقت دغري بروح بدها قعده بدها نرجع نعمل قعده قريبا عفوا كنت عم تقول بك شو تسالها عن النومينيه كيف كنت تفرجيها اياهم يعني ايه مزبوط كان يفرجيك ايه سمعت من جوا ايه كان يقول لي انه اوقات كنت عطلانه هم انه مش انا نومينيه وهيك قال لي لا طولي بالك بس كن نومينيه لما طلعت نومينيه قلت لها مره لقطتني عم بكتب مره لقطتني عم بكتب نومينيه على ورقه شلتها كبيتها زعلت بس اجي اقول له ميشو شو انا حاسه حالي نومينيه لك انا عم بقول لك مش نومينيه انت كن انا مش نومينيه بس كن نومينيه ميشو انا نومينيه لك حياة تعال نطلع نلعب باسكت تعال ننزل نتسبح انا بنكمل هيدا الموضوع انا مضطر اختم ميشو بدك تقول كلمه اخيره لكل يلي بحبك شو بتوعدهم بال 2010 اول شيء ميرسي كثير على المتابعه ميرسي ل القائمين على المنتدى مرة تانية بشكرون سارة وسارة وسوسن وسالم مع أنه بعرف سالم زعلان أنا بحترم اللي عم تعمله بشكرك من كل قلبي على كل شيء عملته بشكر كل اللي عم بيشتغلوا على المنتدى اللي هو ميشيل شخطة vip.woo7.com ومرسي لكل اللي عم بيتابعوا البرنامج كل اللي حكيونا وكل كل اللي حابين كانوا يحكوا بس ما قدروا نعتذر لضيق الوقت يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله قريبا لا انا بوعدهم نوعدهم نحن قريبا اكيد حيكون لنا لقاء مع ميشو مع تانو بدي اشكركم اثنيناتكم شكرا لكل اللي تابعنا وتصبحوا على الف خير الى اللقاء باي باي